بسم الله الرحمن الرحيم. رح نبدأ في الطريقة الأولى من طرق التكامل العددي اللي هي طريقة تسمى الترايبوزويدال ميثود. طريقة بسيطة جدا، أنا كاتب الخطوات هنا، أنا ما راح أخوض في التفاصيل لأن احنا نعرف كيف نكامل. الكورس ما هو علاقة بالتكامل العادي، التكامل العادي هو قوانين وإحنا نعرف كيف نكامل بالطريقة العادية. الآن بس في طريقة اسمها طريقة الترايبوزويدال ميثود، إباك تقول لك إباك يقول لك أوجد لي التكامل هذا بطريقة الترايبوزويدال ميثود. أوكي، طبعا إحنا نعرف يعطيك في السؤال إيش، يعطيك التكامل أو ما يعطيك التكامل، يعطيك الدال F of X تمام، ويعطيك الانترفال من A إلى B، بداية ونهاية الفترة، حدود التكامل إحنا عارفينها، ويعطيك أصلا في السؤال الدال F of X given، وايضا كمان يعطيك شيء اسمه ان الانترفال. ايش هذا الان؟ الان هذا بكل بساطه اساسا التكامل ايش هو. لو انا عندي مثلا هذا احداث اكس واي، وانا عندي هنا كيرف، وليكن سي مثلا هذا الكيرف، هذا الكيرف هو اف اوف اكس، ولو جاء قال لك وجد المساحه تبع هذا الكيرف حتقول لي اوكي مو مشكله، مثلا المساحه من هنا الى هنا. إذا جبت هذه المساحة أو جبت المساحة تحت هذا المنحنى، هذا هو التكامل. فقبل أن تكون يعني تصل لنا قوانين التكامل، كانوا يجيبوا الانتجرال بهذه الطريقة، يجي يقسم لك الشكل إلى مجموعة من الأشكال، مثلا أشكال مستطيلات ومثلثات كمثال يعني. حلوين. بعدين خلاص إيش، يحسب التكامل حق المنطقة هذه زائد هذه زائد او المساحة زائد المنطقة هذه المساحات زائد، يعني اجمع المساحات هذه واجيب الاريا، فصار التكامل هو ايجاد المساحة تحت المنحنى. الان في السؤال يجيك ان الفترات، يعني كم انت قسمت الشكل، كم انترفل. هنا كمثال مثلا 1 2 3 4 5 6 7. اوكي، انا على سنان بدأت من هنا مثلا، فيكون عندك ال n يساوي 7. هو يعطيك معطى في السؤال ال n. اوكي، ما علينا، يعني في السؤال يعطيك الداله ويعطيك ال n الانترفل، ويقول لك حل لي بطريقه الترايبوزويدال ميثود. بكل بساطه اول شيء الخطوه الاولى اوجد اسمه الشيء اسمه دلتا اكس اللي هو h، وهو عباره عن b ناقص a على n. ايش هو الدلتا اكس هذا؟ انت الان هنا مثال، لو مثلا هذا الشكل هنا جيت قسمته المجموعه من الانترفال ان، اوكي، مجموعه من الاشكال او مجموعه من الفترات. فالان الدلتا اكس هذه، لاحظ معي، لو انا جيت نفس هذا المحور اكس هذا اللي هنا حطيته كده واخذته على شكل منفرع على شكل ايش، خط اعداد، وجيت هنا نقطة أولى سميتها X نوت، النقطة الثانية X واحد، النقطة الثالثة X اثنين، النقطة الرابعة X ثلاثة، وهكذا. طبعا النقطة الأولى هي نفسها إيش، ال A، والنقطة الأخيرة نفسها ال B. طيب بيناتهم هنا إيش تلاحظ؟ هنا في مسافات صح، من X نوت ل X واحد في مسافة، ومن X واحد ل X اثنين في مسافة، ومن X اثنين ل X ثلاثة في مسافة. المسافة هذه تسمى H أو دلتا X نفسها. اوكي، المسافات بين ايش، بين كل انترفل، بين كل ايش، بين كل نقطه ونقطه. فتجيب الدلتا اكس عباره هي نفسها اتش عباره عن بي ناقص اي على ان. حلوين. بعدين باقي تجيب حاجات، طبعا تجي انت كده على الهامش، لو تبي تحط هامش انا بس بشرح، حتقول الاكس نوت هي الاي. بعدين تجيب مثلا عندك كمثال، عندك هنا 3 4 5 فترات كمثال يعني، اوكي، فايش حتسوي؟ الاكس اللي بعدها اكس واحد حتكون A زائدا دلتا اكس. طيب الاكس اللي بعدها اكس اثنين يساوي A زائد اثنين دلتا اكس. طيب اكس ثلاثة A زائدا ثلاثة دلتا اكس، مو دلتا اكس انطلعتها. بعدين اكس اربعة A زائد اربعة دلتا اكس. بعدها مثلا عندك اكس خمسة يكون A زائدا خمسة دلتا اكس. حلوين. واخر نقطة عندك في الكيرف اللي هو الاكس الاخيرة هي نفسها البي، والاكس الاولى هي نفسها الاي. اعيد، تجيب الدلتا اكس، ناخذ مثال نفهم. بعدين تجيب الاكس واحد حيكون اي زائد دلتا اكس،
اكس 2 عبارة عن A زائد 2 دلتا X. ليه؟ تعال هنا في الشكل، ليه طلعت دلتا X؟ شوف هنا دحين ال X نوت هي A. أوكي، طب ال X واحد هذه حتكون A زائدا دلتا X هذه الأولى. طيب ال X 2 هذه A زائدا كم H عندك؟ 2 H يعني 2 دلتا X. طيب ال X 3 حيكون عندك A، كم H عندك؟ 1 2 3 يعني A زائدا 3 دلتا X، وهكذا. حلوين؟ بعدين تشوف كده على الهامش، تمام؟ حيكون عندك احنا قلنا دائما الاف اكس هي نفسها واي، صح؟ حيكون عندك تعوض بقيم، تعوض بالقيم هذه الاكس نوت والبي واكس 1 واكس 2 واكس 3 واكس 4 في الداله. حلوين؟ فتلاحظ عندك اول مره تعوض بقيمه الاي في الداله، بعدين تعوض بقيمه اي زائد دلتا اكس في الداله. نجيب اكس 1، بعدين تعوض بقيمه اي زائد 2 دلتا اكس في الداله بالترتيب. بعدين تروح تعوض ب A زائد 3 دلتا X في الدالة، وهكذا آخر واحد وأول واحد هو إيش؟ ال A وال B. طيب بعدين إيش أسوي؟ القانون حق الترايبوزود الانتجرال يساوي دلتا X على 2، تفتح قوس، حتى حفظه سهل. أول واحد F of A يعني تعوض بقيمة ال A في الدالة، زائدا 2 في F A زائد دلتا X، شايفين الترتيب؟ بعدين زائدا 2 في اف اي زائد دلتا اكس، يعني ايش؟ تروح تعوض بالدالة بقيمة اي زائد دلتا اكس، بعدين 2 تروح تعوض في الدالة بالنقطة اللي بعد اي زائد 2 دلتا اكس، بعدين زائد 2 ثابتة تروح تعوض بالدالة في اي زائد 3 دلتا اكس، وهكذا الى اخر شيء البي اللي هو تعوض بقيمة الدالة بقيمة البي. اذا تعوض بقيمة الدالة في البداية بقيمة الاي وفي النهاية بقيمة البي، وبيناتهم اي زائد دلتا اكس، اي زائد 2 دلتا اكس، اي زائد 3 دلتا اكس، وما تنسى تضرب في 2 حسب الانترف اللي عندك. حلوين؟ تعالوا ناخذ مثال نفهم الفكرة. هاي أول مثال عندكم، يقول لك تكامل من 1 إلى 2، أوكي؟ أجد للتكامل هذا باستخدام الترايبو زويدل، باستخدام طريقة الترايبو زويدل. طيب إيش حيعطيك في السؤال؟ يعطيك قيمة الـ A بواحد، قيمة البي باثنين، وأعطاك الـ N الانترفل بعشرة. أول شيء الخطوة الأولى واحد، أجيب الدلتا إكس، قانونها B ناقص A على N. البي اثنين، الـ A بواحد، والـ N عشرة، يطلع عندك 0.1 بالآلة. أوه كاتب هنا. بعدين حلوين؟ تجي كده هامش بسيط، تجيب A زائد، انت الان كم 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 انترفل، كم الان عندك؟ 10. هيركزوا معايا في النقطه هذه، كم انترفل عندك؟ 10. طيب حتيجي كده هامش تقول تكتب ال A يساوي 1، بعدين تجيب، لاحظوا معايا هي كم هنا الانترفل؟ 10. فتجيب حتجيب عندك بعد ال A هذه 9. اعيد، اذا كان ال N ب 10 تروح تجيب بعد، تجيب اول شيء تقول ايه، بعدين ايه زائد دلتا اكس، ايه زائد 2 دلتا اكس، ايه زائد 3 اكس، 9 مرات، نقص من الان هذه بواحد. حلوين؟ يعني لو مثلا كانت الان ب 6، هذه اول وحده الاي اللي هي نفسها الاكس نوت، بعدين تشوفه تقول ايه زائد دلتا اكس، بعدين ايه زائد 2 دلتا اكس، بعدين تجيب ايه زائد 3 دلتا اكس، بعدين ايه زائد 4 دلتا اكس، بعدين A زائد 5 دلتا اكس، واخر شيء البي. سوينا 1 2 3 4 5، وهنا البداية والنهاية. دائما تنقص من، لو بتجيب A زائد دلتا اكس، A زائد 2 دلتا اكس، حيكون ناقص عدد الفترات. واضح؟ ايش قلت انا؟ هو لاحظوا الان عندك هنا 10، يعني حيكون عندك بين ال A بين ال B نقص من الان 1 10، يعني حيكون من الان 1 عندنا 10 ناقص 1 9، حيكون عندك 9 هنا، 9 انترفل هنا، والاي بدايه وهذه النهايه. حلوين؟ فهو اي زائد دلتا اكس، اي زائد 2 دلتا اكس، اي زائد 3 دلتا اكس، اي زائد 4 دلتا اكس، وهكذا الى 9 دلتا اكس. الاي خلاص 1 والدلتا اكس 0.1، يعني 1 زائدا تمام 0.1، بعدين 1 زائد 2 في 0.1،
بعدين واحد زائد ثلاثة هذا ثوابت في إيش دلتا إكس، واحد زائد أربعة في زيرو بوينت واحد، وهكذا عادي جدا الرقم في الدلتا إكس، أي زائد دلتا إكس الأولى، أي زائد اثنين في دلتا إكس، أي زائد ثلاثة دلتا إكس، عندك الدلتا إكس والرقم عادي بالآلة، حيطلع لك هذه القيم واحد بوينت واحد، واحد بوينت اثنين، واحد بوينت ثلاثة، واحد بوينت أربعة، واحد بوينت خمسة، واحد بوينت ستة إلى واحد بوينت تسعة. حلوين؟ هنا لما تيجي تعوض هنا تمام، هنا اخر شيء خلاص تسعة، هذه الـ A الـ B 2 والـ A 1 خلاص، تجي الان تطبق في القانون، وين القانون؟ هذا هنا تعويض بالقيم هذه، اول شيء تعوض بقيمة الـ A في الدالة، الدالة هي عبارة نذكركم بها الـ F تساوي 1 على X، تبدأ البداية تعوض بقيمة الـ A، البداية والنهاية تعوض بقيم الـ A والـ B واحد على واحد، أو طبعا دلتا X على اثنين، القانون دلتا X عندك 0.1 على اثنين، افتح قوس واحد على F of A اللي هي إيش يعني إيش تعوض بواحد، بعدين زايدة اثنين ثابتة في واحد على تعوض عن كل X بإيش بقيمة A زايدة دلتا X، وينها زايدة اثنين ثابت تعوض في الدالة بقيمة A زائد 2 دلتا X هي 1 على 1.2 زائد 2 في 1 على 1.3 زائد 2 في 1 على 1.4 عن كل X باللي بعدها زائد 2 في 1.5 زائد 2 في 1.6 زائد 2 في 1.7 زائد 2 في 1.8 حلوين؟ كم واحد هنا؟ 1 2 3 أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، أنا نقص واحدة صح؟ أيوة هنا في نقص واحدة، هنا تقول زايدا اثنين في عوض عن كل إكس ب A زايدا تسعة دلتا إكس، هنا عندك واحد على تسعة دلتا إكس وواحد على واحد بوينت تسعة، أوكي واحد بوينت تسعة زائد نعوض بقيمة البي، البي عندك هنا في السؤال اثنين، عوض بها في الدالة هنا يعني يصير واحد على اثنين زائدا واحد على اثنين، قفل القوس بالآلة حيطلع الجواب 0.6937 انتهى الحل. طيب لو بتحلها بالإكزاكت سوليوشن طلب منك الايرور، يعني الإكزاكت سوليوشن بسيط، التكامل عندك من واحد إلى اثنين، الدالة واحد على x dx، إذا كان عندي مشتقة المقام موجودة في البسط، ها مشتقة x بواحد موجود في البسط، والجواب لين المقام اللي هو لين x تكامل من واحد إلى اثنين، تعوض مباشرة لين اثنين ناقص لين الواحد، لين الواحد بصفر، لين الاثنين حيطلع بالآلة تقريبا يساوي 0.6914، تبي تجيب الايرور حيكون عندك الاكزاكت ناقص الابروكسيميت اللي بالطريقة على الاكزاكت طبعا في 100، تعوض مباشرة الاكزاكت عندك اللي طلعته اللي هو 0.693، الاكزاكت هو بطريقة التكامل القوانين العادية ناقص الابروكسيميت اللي طلعته 0.69377 على الاكزاكت 0.69314، هذا كله في 100، حطلع الجواب عندك يساوي تقريبا يساوي 0.1 يعني تقريبا. عشان تقل لي الايرور لازم تزود عليه الانترفل، يعني مثلا لو بتقل لي الايرور كمان مثلا ان كانت بمثلا ب 10 زود خليها مثلا ان ب 11، وهذا الكلام صحيح في الرياضيات في التكامل، انت عشان توجد المساحه الصحيحه تزود الانترفل، يعني مثلا هذا الانترفل تزوده كمان، مثلا هنا تحط خطوط كمان الشكل كمان تقسمه اكثر، فكل ما زاد الـ N تمام راح توصل تقريبا للحل الصحيح للشكل للمساحة تحت المنحنى الصحيحة، واضح؟ اتوقع ان شاء الله الفكرة بسيطة. طيب ممكن احلها بالآلة؟ نعم، خلينا اوريكم مثال كيف نحل بالآلة، طبعا هذا كله كلام خلاص انا شارحه يعني ما عليكم، هو بيقول لك انا اقسم الشكل المثلث المستطيل، في النهايه يهمني القانون وكيف اعوض، القانون وكيف اعوض. طيب شوف هذا المثال هنا، اعطاك هذا التكامل، اعطاك هذه الفانكشن، واعطاك الاي والبي والان، سهله
باستخدام الترايبوزويدال. أول شيء الخطوة الأولى أجيب الدلتا إكس اللي هي بي ناقص A على 2، البي عندك 2 ناقص 0 على 6، حيطلع الجواب 1 على 3. حلوين؟ بعدين بنفس الطريقة جاء قال لك الـ A هي X نوت، بعدين X واحد A، الـ X اللي واحد A زايدا دلتا X. الآن أنا كم الانترفل عندي؟ 6 صح؟ حيكون عندي هنا البداية A والنهاية B، أنقص من الـ N واحد C يعني 5، حيكون عندي A زايدا دلتا X، بعدين A زايدا 2 دلتا X، بعدين عندي A زايدا 3 دلتا X، بعدين عندي A زايدا 4 دلتا X، بعدين A زايدا 5 دلتا X. حلوين؟ شوفوا A زايدا 2 دلتا X، A زايدا 3 دلتا X، بعدين A زايدا 4 دلتا X، بعدين A زايدا 5 دلتا X، وهذه A وهذه B. واضح؟ كيف جاب هذه؟ خلاص هو واضحة، الـ A بصفر، صفر زائد الدلتا X، صفر زائد 2 دلتا X، وهكذا. حلوين؟ يعني كيف مثلا جاب هذه؟ صفر زائد 2 مثلا، هذه الثانية صفر زائد 2 بالآلة، صفر زائد 2 في ايش بالآلة؟ اوكي عادي، صفر زائد 2 في 1 على 3، 2 على 3، بعدين 0 زائد 3 في 1 على 3 1، وهكذا. واضح ان شاء الله؟ زي ما شرحت انا بالضبط. خلاص تيجي تاخذ القيم تعوض بها في القانون دايركت، تعوض بها في قانون دايركت. اول واحد حتقول زي كذا، اول شيء دلتا اكس على 2 اللي هي كم؟ 1 على 3 تقسيم 2 مقام المقام بسط، حيطلع يصير عندك 1 على 3 تقسيم 2 مقام المقام مقام البسط انزل مقام، صار نذكر 1 على 6. حلوين؟ هو القانون كده في البداية، هذا يصير 1 على 6، صار عندك 1 على 6. يلا عوض في الدالة، الدالة وينها؟ الدالة 1 على جذر x زائدا 1، عوض مرة بقيمة الـ A، الـ A بكم؟ بصفر. حلوين؟ هو شوف تعويض مباشر هنا، 2 في 1 على تمام x زائد 1 اللي هي هذه a زائد دلتا x، هذه a زائد 2 دلتا x، وهكذا تعويض مباشر ما في اي اشكالية، عادي جدا تعوض في الدالة هنا. لكن تنتبه بس الاول والاخير تعوض بقيمة الـ A والـ B دايركت، أما اللي بعدهم بـ A زائد دلتا X، A زائد 2 دلتا X، A زائد 3 دلتا X، وهكذا. ما تنسى تضرب الباقة في 2 في 2 في 2 في 2، ها ما تنسى، ما عدا الـ A والـ B. بالآلة حيطلع الجواب 1.4642. طيب واحد يقول لك يا أخي طيب ممكن تكون أنا ممكن أغلط، ما أغلط. طيب في يا حبيبي في طريقة تقدر تجيب بها إيش؟ A زائد دلتا X، A زائد 2 دلتا X، A زائد 3 دلتا X بالآلة. شغلك انت بس ايش تعوض هنا وخلاص. كيف؟ تعال نستخدم نفس المساله هذه. كان عندنا احنا ال A بصفر وال B ب2 وال N كم عندنا؟ ال N كان عندنا ب6 صح؟ نفس هذا السؤال باستخدام الاله، تجي تضغط اول شيء مود، عندك رقم 7 التيبل، حيطلع لك كده في الآلة دايركت على طول، يجيك كده f of x، حتيجي تحط ايش؟ تحط الفانكشن، هو كده في الآلة مكتوب زي كده، تيجي تحط الفانكشن كيف؟ حط بسط ومقام، تعرف كيف تحط بسط ومقام؟ عندك بعدين 1 على جذر التربيع ل x زائد 1، هذا الفانكشن عادي، الجذر التربيع، كيف احط الاكس هذه؟ هذه الاكس تضغط الفا، في عندك رمز اسمه الفا لجنب الشيفت الفا، بعدين عندك القوس في له اكس، يعني تروح للصف
الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. الصف الخامس في الـ X، تضغط X زائدا واحد. حلوين؟ بعدين تضغط يساوي، بعدين تضغط بعد الخطوة هذه بعدها يساوي. حيجيك هو في الآلة مكتوب كلمة start. start عن البداية. البداية الـ A، الـ A كم عندك في السؤال؟ الـ A بزيرو. تضغط صفر بعدين يساوي. هو يجيك كلمة end في الآلة، الـ B تحط قيمة الـ B، الـ B كم؟ باثنين. اثنين، بعدين تضغط يساوي. بعدين يقول لك الـ step. الـ step ايش حتساوي؟ حتقول تضغط تفتح قوس. حلوين؟ ب ناقص A اللي هو كم؟ 2 ناقص 0. تحط 2 ناقص 0. بعدين حط القسمة عادية أو كسر، حط قسمة، علامة القسمة على 6 على N. حلوين؟ هي نفسها لما تقول 2 ناقص 0 على 6. المهم كده لو بتسوي لازم تحط القوسين هذي. بعدين نضغط علامة يساوي، حيجيك هو يجيب لك الجدول جاهز. هذا الجدول حيجيك إياه جاهز. اوكي، حتلاحظ هو معطيك الجدول زي كده في الآلة. X F of X، حط لك هنا 1 2 3، وهنا في قيم ايش بالتعويض، هنا 1 تمام وزي كده. طيب انت ايش تسوي؟ خلاص هذا الجدول جاهز عندك صح؟ هيا ركزوا معايا. هذه اول وحدة، هذه F of A، وهذه اخر وحدة F of B. تجي خلاص تعرف انت الدلتا اكس طلعتها اللي هي 1 على 3 قسمة 2، تكتب 1 على 3 تقسيم 2. افتح قوس، اول واحد تكتب زي ما هو، بعدين زايدا تجي تضرب هذا ناتج التعويض، هذا ناتج التعويض، هذا ناتج التعويض، هذا ناتج التعويض، هذا ناتج التعويض. تقول 2 في 0.8، في الآلة مكتوبة عندك 0.866 زايدا 2 في 0.7745 زائدا 2 في 0.7071 زائدا 2 في 0.654 زائدا 2 في 0.6123. آخر واحد تكتب زي ما هو، لأنه كان هذا عوض قيمة البي زائدا 0.5773. بالآلة لما تدق هذا كله كذا تمام، تجمع حيطلع الجواب زي ما ظهر عندك. واضحة؟ واضح إن شاء الله؟ وهنا بيقول لك لو تبغى تحسب التكامل بشكل عادي الإكزاكت برضو بالآلة، تضغط أول شيء شيفت CLR، نظف الآلة عادي، بعدين تجيب الانتجريشن. كيف تجيب الانتجريشن؟ تضغط تمام؟ جنب كلمة كالك في الآلة السطر الثاني في علامة إيش التكامل، حتحط حدود التكامل عندك من 0 عادي، توقع سهلة كيف تجيب حدود التكامل من 0 إلى 2، والتكامل عندك اللي هو تحط 1 على الجذر التربيعي لألفا إكس زائد 1، حيطلع عندك الجواب يساوي تقريبا 1.464، هذا الإكزاكت. بعدين جيب الإيرور الإكزاكت ناقص الأبروكسيمات على الإكزاكت وهكذا. نفس الشيء هذا المثال هنا نفس الطريقة. واحد يقول طيب انا المثال هنا عندي اكس واكسبوننشال، خلاص عندك الآلة علمناك، اعطاك الان واعطاك الا والبي، وتجيب اول شيء تجيب الدلتا اكس ب ناقص اي على 5. بعدين بالآلة بنفس الطريقة تضغط مود 7 اكتب الدالة، 5 تكتب كده 5، بعدين الفا اكس، بعدين رمز الاي وين؟ تضغط الفا اي تحت 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 في السطر الاخير، السطر الاخير في الاي تضغط اي، طبعا الفا اي، الفا هذا الزر. بعدين الاس عادي، اس سالب، وين هذا؟ اس سالب 2 برضو تضغط الفا اكس، بعدين تضغط يساوي. ستارت البداية عندك هذه ايه 0.1 يساوي، النهاية 1.3، بعدين الستيب افتح قوس
أو خلاص أنت جبتها خلاص عادي جيبها بنفسك يعني هذه الدلتا إكس حط قيمتها خلاص 0.24 0.24 تضغط يساوي طلع لك الجدول جاهز اكتب الجدول هذه F of A وآخر واحدة F of B وبيناتهم 2 في F هذه وزي كذا واضح إن شاء الله خلاص تيجي تعوض في القانون وخلاص دارك عندك عندك F of X الأولى زي ما هي هذا 2 في 0.612 زائد 2 وهكذا توقع جدا سهل وبتجيب الإكزاكت برضو بالطريقة اللي علمتك بالآلة جيبها واضح إن شاء الله الطريقة جدا بسيطة حطها بالآلة وقال لك تقرر الإيرور نستخدم إيش نزود مثلا الان إن كانت مثلا كم كان الان عندك الفترات عندنا 5 خليها 10 مثلا كل ما تزود الفترات إيش توصل لإيش تقريب من إيش إيرور جدا صغير ويصل لحل صحيح واضح أي سؤال ما هو واضح في الطريقة هذه أنا تعتبركم بالتوفيق.